كادو من فرط الجمال. هنعمل النهارده ايس كوفي بالكاكاو، حاجه جامده جدا جدا. يلا بينا. هتجيب كيس نسكافيه عادي خالص بجنيه، وهتجيب شويه كاكاو عندك، اي نوع كاكاو عندك مش هتفرق يعني، بس كده حرفيا انت كده هتبدا تعمل ايس كوفي بتاعك. نسيب الكاكاو كده ده على جنب خالص، نجيب بتاع عجينه صغيره هقول لك ليه دلوقتي هتعمل بيها ايه. جيب النسكافيه تمام كده، فضينا كده كيس النسكافيه هنا، وهتجيب شويه ميه صغيرين جدا جدا حرفيا جدا جدا يعني، لو في اقل كمان من جدا جدا حطها. وتجيب شويه سكر برده. يابا بص هبداوي كده يعني، ايه حاجه كده ايه هبداويه كده، مش عارفين يعني مالناش في المقادير بقى والكلام ده. وتجيب البتاعه دي، وبعد كده تعمل وش الايس كوفي. لو مش عندك البتاعه دي، البتاعه دي اصلا 30 جنيه يعني، لو مش عندك ممكن تجيب ازازه عادي خالص فاضيه، تحط فيها شويه ميه وتحط فيها السكر والكوفي وتفضل ترج فيها جامد جدا. بصوا هي بدات اصلا تعمل اهي رغوه، فانا عايز ايه بقى، انا عايز رغوه جامده جدا. السلام عليكم، ازيك يا بختيف صوره الفرحه بس مش هتقفل، فاكرها بالحظ جت عشان ببتسم، كلامكم كله مسلي الشفا، اول ما جيت حليت البركه طلعنا طابق على طبقه. تمام ده كده بقى شكلها عملت رغوه يعني، هتسيبه على جنب. وبعد كده هتجيب الكوبايه بتاعتك، هتجيب سيرب اللي هو الشوكولاته. انا بستعمل هنا اللي هو سيرب الشوكولاته اللي هو خالي من السكر، جامد جدا جدا يعني، ب 10 جنيه ممكن تستعمله. لو مش عندك يعني ممكن تجيب كيس شوكولاته اللي هو بجنيه ده اللي احنا برده استعملناه برده قبل كده في فيديو. لو مش عايز اصلا خالص ممكن ما تجيبوش، كتزويق بس يعني مش اكتر. ليالي 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 ليالي، ده بقى شكلها بعد ما زوقناها. بعد كده برضو هتسيبه برضو على جنب، وتجيب كوباية عندك عادي، وتجيب الكاكاو اللي احنا قلنا عليه وهتحطه في الكوباية كده تمام، وتحط عليه برضو شوية سكر. نجيب المية بتاعتنا وهتدوب بقى الكاكاو بقى في المية والسكر كده عادي خالص، مية ساقعة اهم حاجة، مية ساقعة. هتجيب تلج بتاعك ده عاش قوي، ده عاش جدا، ده بقى شكله. هتجيب القهوة اللي انت عملتها وهتصبه. يوالا 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 يوالا، ده كده بقى شكلها. بصوا كل ده رغوة حرفيا. بعد كده هتجيب بقى الكاكاو بتاعك وتصب. يوالا 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 يا اخي، كل ما هذه العظمه. طبعا ده ايس كوفي بالكاكاو من غير اي نقطه لبن خالص، لو انت عايز لبن هتضيف عليهم لبن، وهو ده اللي انا هعمله دلوقتي، لبن عادي خالص. كادو من فرط الجمال، فرط الجمال أذوبه. ده بقى شكله بعد ما حطينا اللبن، شكله جامد جدا جدا. نقلب بقى العظمة دي كده بقى كلها، ندوق بقى. والله بطلها وربنا بطلها، ايه العظمة دي؟ البتاع ده جامد جدا حرفيا، ايس كوفي بالكاكاو. بقولك ايه، لينك الانستجرام تحت في الديسكريبشن، روح اعملي سبسكرايب هناك. سيبنا انا والنبي مع العظمه دي، وكالعاده دوسا كوتش، السلام عليكم.